طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدا الجزء الثاني من حصتنا. طيب ده المنظر كده على الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي انا خلاص كنت مكتب عليه ايه، مكتب عليه كل حاجه. يعني المنظر اللي حضرتك شايفه ده لما حضرتك هتيجي تشتغل على الاوتوكاد اللي عندك مش هيبقى موجود بالمنظر ده. ليه مش هيبقى موجود بالمنظر ده؟ الواجهه الاساسيه اللي حضرتك شايفها دي اسمها الورك سبيس. الورك سبيس اللي حضرتك شايفها دي اسمها اوتوكاد كلاسيك، وهي دي الواجهه اللي حضرتك متعود عليها في 2013 والبرامج اللي قبل كده، وهي دي الواجهه اللي يمكن كل الناس متعوده عليها، كل الناس شغاله بيها وبتنجزك في الشغل. للاسف الشركه اللي بتنتج البرنامج كانت من سنه تقريبا 2015، تمام، 2015 2016 فيما فوق، تمام، هو ما بداش ينزل الواجهه دي، ما بقاش عنده غير واجهتين اساسيتين. ايه هما؟ لما تيجي تحت هنا شايف السهم اللي تحت ده، حضرتك لما تدوس عليه هتلاقي ان الواجهه اللي شغاله عندك كده اسمها ايه؟ الواجهه دي اسمها الدرافتنج اند انوتيشن. الواجهه دي انا مش هعرف اتعامل معاها. طيب انا لو جيت تحت هنا، بص بقى حضرتك معايا، لو انا جيت من تحت هنا كده عندي ايه في الاختيارات؟ حاجه اسمها ايه؟ اوتوكاد كلاسيك، صح الكلام؟ لو دوست عليها هيحوله لي كلاسيك وابدا اشتغل ومفيش اي مشاكل، صح الكلام؟ طب حضرتك انت بقى هل لما هتيجي تفتح الجهاز بتاعك هيبقى عندك حاجه اسمها اوتوكاد كلاسيك دي؟ للاسف لا، مش هيبقى عندك الاوتوكاد كلاسيك. طب ازاي اضيف بقى انا كمهندس، ازاي اضيف قصه الاوتوكاد كلاسيك دي لايه؟ للجزء اللي عندي. طيب انا هعملها معاك دلوقتي، هي خلاص معموله بس هقول لك بتتعمل ازاي. بص يا باشمهندس، اول حاجه كده خالص عندك طريقتين. اول طريقه ان انت تيجي هنا كده وتكتب لي ايه؟ تكتب سي يو اي، حلو، وتروح دايس ايه؟ انتر. ايه قصه السي يو اي دي؟ السي يو اي دي اللي هي بتدخلك على الكستمايزيشن بتاع البرنامج، تقدر منها تضيف قصه الاوتوكاد كلاسيك. طب بتضاف ازاي يا باشمهندس؟ حضرتك اول ما هتفتح مش هتلاقي عندك الايقونه دي، شايف القصه بتاعت الايقونه بتاعت الاوتوكاد كلاسيك دي؟ دي مش هتبقى موجوده عندك. طب هتروح عامل ايه؟ اروح داخل هنا على قصه ترانسفير، تمام، واجي هنا شايف العلامه دي من الناحيه دي، اقوم داخل عامل اوبن. بص انا مديك ملف معاك اسمه ايه؟ تحويل الى ايه؟ الى اوتوكاد كلاسيك. هتدوس عليه هيظهر لك قصه الاوتوكاد كلاسيك، تدوس ابلاي يبقى كده الاوتوكاد كلاسيك ايه؟ اتحمل معاك. مفهوم القصه دي؟ طب باشمهندس، نعم، واحده واحده وتاني ونعملها اصلا. طب بص كده معايا، لو انا جيت انا كنت مسطب نسخه 2015 كمان ايه ولسه ما عملتش فيها حاجه، تعالى ما نبص عليها نشوف هنعرف نعملها ولا مش هنعرف نعملها، تمام. طبعا الجهاز هيبقى تقيل جدا، انا مشغل عليه دلوقتي كام نسخه؟ نسختين، 2017 و2015، ربنا يستر ان شاء الله ايه ونشوف الدنيا هتمشي معانا فيه ازاي. زي ما قلت لك لو انت حابب تكتب الخطوات اكتبها، لو انت مش حابب انا معايا الصور هتلاقيها مديها لك. بص كده، ده كده اول مره افتحه، ده كده اوتوكاد 2015، ده كده انا بالنسبه لي ايه اول مره افتحه. بص حضرتك المنظر عامل ازاي، فتحت اهو اي لوحه، هيقول لك ان انا طبعا مش هقدر افتح اللوحه دي عشان هي ايه مفتوحه في حته ثانيه اهو. لو جيت انا من عند اوبن فايل وفتحت اي حاجه ثانيه اهو، بص حضرتك المنظر ده، المنظر اللي قدامك اهو، حلو، تمام. المنظر ده انا عايز احوله لاوتوكاد كلاسيك، نفس الواجهه اصلا بتاعت البرنامج هي هي. لو انا جيت هنا، هل هنا حضرتك عندي حاجه اسمها اوتوكاد كلاسيك؟ موجود تحت يا باشمهندس اوتوكاد كلاسيك؟ مش موجود. ممكن تكتب سي يو اي زي ما احنا اتعلمنا، او تخش على كاستمايز، دي هي هي هتفتح لك نفس الايه؟ نفس الواجهه. بص حضرتك هنا في الورك سبيسز هل في اوتوكاد كلاسيك؟ برده ما فيش اوتوكاد كلاسيك، فهتروح داخل على ترانسفير، تمام، وتيجي هنا زي ما قلت لك وتفتح لي تقول له ايه؟ اوبن فايل، حط لي لو سمحت الفايل بتاعي اللي اسمه اوتوكاد كلاسيك وضيفه. بص بقى حضرتك بقى عندك اسمك ايه؟ اوتوكاد كلاسيك. هل انا لو دوست دلوقتي اوكي وخرجت هلاقي اوتوكاد كلاسيك؟ مش هيحصل، لازم اعمل ايه؟ خطوه بس بسيطه، طول ما علامه ابلاي اللي تحت دي ما هياش متكتبه وما دوستش عليها يبقى انت ما شغلتش حاجه. طب عايز اشغلها يا باشمهندس، خد لي اوتوكاد كلاسيك دي ارميها لي هنا كده. ابلاي اتكتبت ولا لا؟ دوس ابلاي، تمام؟ اوكي اوكي، تيجي تفتح بقى من تحت هنا تلاقي بقى مين عندك؟ اوتوكاد كلاسيك. فهمت القصه؟ سهله بسيطه، نعرف نحول الاوتوكاد بتاعنا لاوتوكاد كلاسيك، تمام؟ اقفل 2015 واكمل بقى معاك على 2017. انا بدل ما كنا نقعد نعمل القصه كذا مره دي انا عملتها لك. ركز بقى معايا. نعم. الفايده ان احنا الشاشه اللي قدامنا دي هي اللي انا بنعرف نتعامل معاها وبتكون اسهل في التعامل، تمام؟ الشاشات اللي قدام حضرتك دي كده، تمام، هتبقى صعبه بتاعك. لو انت متعود عليها ومش عايز تحول الاوتوكاد كلاسيك عادي، دي حاجه ترجع لك، محدش هيجبرك انك تشتغل على حاجه معينه، حلو الكلام، ومش هتبقى فرقه معاك. بس انا واحد من الناس برتاح في القصه بتاعت اوتوكاد كلاسيك، تمام.
طيب الناس اللي بتصدق البرامج خليك معايا بقى تسيبوش نصيب. طيب انا كده عملت ايه؟ صدقت القصه بتاعت التوكا كلاسيك، عايز اشغلها بشغلها من تحت اهي حاجه اسمها الورك سبيس تمام، واجي اختار اوتوكاد كلاسيك. طيب لما بشغل اوتوكاد كلاسيك ايه الحاجات اللي انا عايزها تبقى ظاهره عندي؟ ركز بقى كده معايا يا باشمهندس وقول لي ايه الحاجات اللي عايز تبقى ظاهره عندي. في من فوق هنا كده لو جيت دوست كليك يمين تمام راح ظاهر لك الحاجات اللي ممكن ايه تضيفها. فانا الشرايط اللي انا عايز اضيفها شريط اسمه لاير 2 ده انا هستخدمه، وفي شريط تاني عايز اضيفه اهو بتيجي من اي حته كده دوس كليك يمين، في شريط تاني عايز اضيفه اللي اسمه ايه الكوري ده بتاع الحصر هنستخدمه واحنا بنعمل الحصر. كده الشرايط دي اتضافت فوق. في حد عنده مشكله؟ في حد عنده مشكله في قصه الشرايط دي؟ طيب ماشي يا باشمهندس. انا كده ايه عملت ايه؟ ايه الخطوات اللي عملتها؟ اول ما شغلت البرنامج اول حاجه عملتها حولت الاوتوكاد كلاسيك عشان اعرف اتعامل معاه، صح الكلام؟ بعد كده ظهرت الشرايط الاساسيه اللي انا عايز اتعامل معاه او اللي انا هحتاجها، حلو الكلام؟ طيب ثالث حاجه، لا ثالث حاجه بقى معلش يا باشمهندس تخش لي على حاجه اسمها مين؟ الاوبشن. هعمل ايه في الاوبشن دلوقتي؟ هبدا اظبط البرنامج. انا كل ده ما كلمتكش انت هتشتغل ازاي على البرنامج ولا هنعمل ايه ولا القصه دي كلها، انا كل ده بظبط لك البرنامج اللي انت اول مره تفتحه. باشمهندس وانا كل ما اجي افتح الاوتوكاد هعمل القصه دي كلها؟ لا مش اول ما كل مره هتعمل تعمل القصه دي، لا مش الكلام ده مش صح، هي هتعملها مره واحده وخلص. طيب بص بقى كده معايا ايه الحاجات اللي هنظبطها. اول حاجه هتيجي هنا دي القصه بتاعت الديسبلاي. ايه الديسبلاي دي؟ الشاشه اللي قدامك. في ناس ما بتستريحش في الشاشه السوداء دي وعايزاها تبقى بيضاء، تغير منين؟ هتيجي هنا من عند كلمه الكلر وتروح مغير لي بدل ما هي اسود تخليها ايه؟ ابيض. يعني بص انا لو ضغطت هنا على الابيض هيروح عامل لي ايه؟ لو اخترت هنا كده ابيض اهو بص الشاشه الخلفيه بقت شكلها ايه؟ ابيض. عامه المريح للعين هو الاسود، انت عايز تغيرها تخليها ابيض براحتك تمام؟ ماشي يا باشمهندس. يبقى دي كده اول حاجه. تاني حاجة عايز اظبطها هنا كده حاجة اسمها الاوبن اند سيف، ودي أهم حاجة هنظبطها. إيه بقى الاوبن اند سيف دي؟ بص يا باشمهندس هو كاتب لك كده إن الفايل بتاعك بتعمل له سيف إيز بيبقى النسخة بتاعته إيه؟ مكتوب قدامك كام؟ أوتوكاد إيه؟ 2010. أوتوكاد 2010 ده معناه إن الفايل اللي حضرتك شغاله ده أو الفايل اللي حضرتك هتحفظه لو أنت اديته لأي واحد تاني مش هيشتغل غير لما يكون عنده نسخة أوتوكاد 2010 فيما فوق. حلو الكلام؟ فاحنا بنعمل ايه؟ يفضل ان انت طالما هتحفظ الملف بتاعك تحفظه على اقل اصدار موجود، بحيث ان انا اروح عند اي حد اكيد محدش عنده اوتوكاد قبل 2007 تمام؟ فتبقى انت هتحفظ هنا تقول له لما تيجي تعمل لي سيف اس بعد اذنك اعمله لي سيف اس على كام؟ 2007 تمام؟ طب انا مش مهندس هو انا من المفضل ان انا لما اجي احفظ اصلا احفظ بالقصه دي؟ يعني انا رايح اطبع اخد الراجل الفايل اوتوكاد؟ لا ده مش مفضل اطلاقا ان انت وانت رايح تطبع تاخد للراجل الفايل اوتوكاد. ما برضه ازاي باخد الفايل بي دي اف؟ حلو الكلام. هعلمك ازاي تحفظه بهيئه بي دي اف وتروح بالراجل. حلو الكلام. امال طب حضرتك بتخلينا نحفظه ليه على قصه 2007؟ طيب فلنفترض ان انا وانت شغالين على نفس المشروع، انا شغال على 2013 وحضرتك شغال على 2017، وانت حضرتك خلاص انت راجل جامد جدا شغال على 2017 وانت سايب الملف على 2017 تبعته لي مش هيشتغل عندك. عشان كده بنعمل ايه؟ بنعمل سيف على اقل نسخه بحيث ان البرنامج او الفايل بتاعك يشتغل عند اي حد. فهمت القصه دي؟ طيب ايه تاني بقى؟ اكبر مشكله بتواجهنا في الاوتوكاد ان هو بيهنج. اكبر مشكله تواجهك في الاوتوكاد ان هو بيهنج. حلها ايه؟ طول ما انت شغال كده كل 3 دقايق اعمل لك سيف. كل ده كنترول اس كنترول اس. البرنامج بقى يهنج البرنامج يقفل اديك انت عملت ايه؟ عملت سيف. خلصت؟ طب يا باشمهندس مفيش حاجه تسهل العمليه؟ لا في حاجه تسهل العمليه. ايه الحاجه اللي هتسهل العمليه معاك؟ في حاجه اسمها مكتوب عليها ايه؟ الاوتوماتيك سيف، صح الكلام؟ الاوتوماتيك سيف ده احنا هنخلي الوقت بتاعه 10 دقائق. يعني ايه 10 دقائق؟ يعني كل 10 دقائق البرنامج من نفسه بيدوس كنترول اس ويسيب الفايل. طب يا باشمهندس انا افرض دلوقتي لو البرنامج خلاص هو بيسيب لوحده وراح قافل، هل لما افتح الفايل هلاقي ان هو البرنامج متسيب فيه لحد اخر حاجه في 10 دقائق؟ لا دي مش حقيقه. امال ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتيجي تفتح البرنامج بتلاقي كده في ايقونات جت لك في الجنب بيقول لحضرتك انت البرنامج اتقفل بطريقه غير صحيحه، كهرباء قطعت، البطاريه اتشالت، اللاب وقع عليه ميه، اي حاجه حصلت في الدنيا، فتلاقي مديك فايلات كده اسمها الريكفري فايل. تروح فاتح الريكفري فايل هيروح فاتح معاك النسخه. النسخه اللي هتتفتح معاك دي فيها سيف لحد امتى؟ لحد شغلك على الاقل اخر 10 دقائق هيبقى ايه؟ موجود. فهمت القصه دي؟ عرفنا ليه بنعمل اوتوماتيك سيف 10 دقائق؟ طب يا باشمهندس اعمل لها ايه رايك لما نخليها دقيقه واحده هو كل شويه يعني؟ اولا الجهاز هان، ثانيا ممكن اصلا انت بعد دقيقه تبقى انت كنت عايز تمسح حاجه.
فلازمته ايه؟ هي 10 دقايق كوقت كويس بالنسبه لك. اتفهمت القصه دي؟ نعم؟ تمام. بعد كده يا باشمهندسين عايز نظبط ايه تاني؟ بص بقى كده بالقصه دي معايا. هنا الدرافتنج دي بتاعه السناب ماركر، ايه السناب ده؟ هنتعلم مع بعض. السناب دي هي الحاجه اللي بتلقط بيها، تمام؟ انت قدامك خط عايز القط اوله، عايز القط اخره، عايز القط الميد بوينت، عايز القط تمام الانترسكشن ما بين خطين، فهي السناب دي هتسهل علينا حاجات كتير. ده اللون بتاع السناب مش هنغيره، بس انا بقول لك الاوبشن الموجود. تاني حاجه اسمها الابريتشر سايز، دي حجم البتاع اللي احنا شغالين بيه، مش الماوس بيتحرك اهو. لو الماوس بيتحرك في الايقونه اللي هي شبه دي، صح الكلام اهي، لو انا دوست كانسل كده وبدات شغال على البرنامج، شايف الايقونه بتتحرك دي؟ لو عايز تغير السايز بتاعها بتغيره هنا. هل انا محتاج اغيره؟ لا مش محتاج اغيره، هو ده كده كويس. تمام، اضغط تاني او بي وبعد كده انتر. تمام، دول بقى الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نعملها. بص حضرتك على السليكشن ده، تمام، دي بتبقى متعلمه اصلا في الديفولت بتاع البرنامج. بص بقى في الاوتوكاد القديم لما كنت بتيجي تعمل سيلكت، طبعا حضرتك عارف انا عندي كام نوع من السيلكت. انا عندي نوعين من السيلكت، حاجه اسمها سيلكت من الناحيه اليمين وحاجه ثانيه اسمها سيلكت من الناحيه الشمال. ايه الفرق ما بينهم؟ بص كده وركز معايا. لو انا جيت هنا كده سيلكت من الناحيه اليمين، تمام، بص كده هيفتح ايه؟ فاتح ازرق، صح الكلام. طب وسيلكت من الناحيه الشمال اخضر، صح ولا مش صح؟ طيب ايه الفرق ما بين حضرتك ما بين ده وده؟ الاخضر بياخد كل الحاجات اللي موجوده حتى لو مش كامله. يعني ايه؟ يعني انا لو راسم مثلا مستطيل خط وخط وخط وقمت جاي واخده من الناحيه اليمين، ايه اللي هيتحدد معايا؟ اللي هيتحدد معايا هي الخطوط بس اللي موجوده تمام جوه القطاع، لكن الازرق هيتحدد معاك ايه؟ الحاجات التانيه. طب ايه يا باشمهندس انت لخبطتنا، طب جرب كده معايا. بص كده يا باشمهندس، لو انا جيت اخترت كده من ناحيه الشمال، بص اصلا الماوس عمال يعمل ازاي؟ ايه المنظر ده؟ هو المنظر ده حاله ان انت اصلا تدوس تكه واحده. طب يا باشمهندس لا، الاوتوكاد القديم ما كانش كده، ده الاوتوكاد القديم كان انا بدوس وافضل دايس على الزرار ورايح فيه الدنيا بتمشي عادي، انما ده بص كل لما اجي ادوس واجي اعمل الزرار بص عمال يرسم. طب ايه ده بقى؟ يعني انا اقدر اشتغل ازاي بالطريقه دي؟ لا مش هتقدر تشتغل بالطريقه دي ولا حاجه، الموضوع ايه؟ صعب بالنسبه لي. اغيرها منين؟ حضرتك تروح داخل لي على الاوبشنز هنا في السليكشن وتشيل الاختيار ده. باشمهندس الخطوات كتير ومش عارف اكتب، حضرتك كل الصور اللي انا عمال اعملها دي موجوده مع حضرتك في المذكره ومتعلم لك عليها. يعني انا لو جيت فتحت المذكره من هنا اهو وبدانا نتكلم على الاوتوكاد، انا هنا دلوقتي ايه؟ ببدا اعمل اعدادات برنامج، كل ده بعمل اعدادات برنامج. هتلاقي ان كل حاجه اتكلمنا عليها موجوده اهي. تمام؟ فالحاجات دي معاك في المذكره، بس يا ريت حضرتك تكتب لي ايه اللي بيحصل عشان تبقى متذكر. طيب لو انا شلتها ودوست اوكي خلاص بقى الموضوع بقى بالنسبه لي ايه؟ سهل. خلاص كده؟ في مشاكل؟ الدنيا اتفهمت؟ ادي كده انا اخترت بالازرق، بص اختار ايه؟ تاني بص كده معايا، وانا بختار بالازرق هياخد العناصر اللي كامله جوه الاختيار. حلو؟ طب لو انا جيت عملت نفس الكلام بص بقى بالاخضر، راح واخد كل العناصر اللي اتقطعت معاه، يعني الخط ده وانا اخد حته صغيره يروح واخده ايه؟ القطاع كله. فهمت القصه دي؟ طب امتى هستخدم ده وامتى استخدم ده؟ هتلاقي ان انت وانت دلوقتي واحنا شغالين هعلمك امتى نستخدم ده وامتى استخدم ده، ده امتى اختار بيه وده امتى اختار بيه عشان تبقى سريع في القصه بتاعت الاوتوكاد. مفهوم الكلام ده؟ طيب ركز بقى كده معايا، هل انا كده في حاجه ثانيه ما اتظبطتش في البرنامج؟ لا انا كده كل شغلي تمام، باقي بس حاجه واحده. ايه هي الحاجه الواحده؟ شايف حضرتك الفايل الجميل اللي انا فاتحه ده؟ تمام؟ في كتابه اهي. شايف الكتابات اللي موجوده دي؟ الكتابه دي بالعربي. حضرتك هتاخد مني الملف، صح الكلام؟ هتاخد مني الملف بتاع الاوتوكاد ده وتيجي تحطه عندك، هل هتلاقي الكتابه بالعربي دي موجوده؟ لا. هتلاقي ان الكتابه عندك هتلاقي ان الفايل ضارب خالص، كل الفونتات خالص. ليه؟ انا كاتب بفونت الفونت ده ما هوش عندك على الجهاز. صح الكلام؟ طب اعمل ازاي؟ القصه دي احلها ازاي؟ طب بص يا باشمهندس، حضرتك انا مديك ايه تاني معاك؟ لو احنا كده فتحنا ده الجروب بتاعك اهو، دي الحاجات اللي انت هتاخدها. في فايل اسمه ايه؟ فونت. هتروح فاتح لي الفايل اللي اسمه فونت ده وتروح دايس كنترول ايه واخد لي كل الحاجات اللي كل الايه الفونتات دي، احطها فين؟ احطها في الفايل اللي اسمه فونت بتاع الاوتوكاد. طب هعملها ازاي يا باشمهندس؟ خلاص انا خدت دول كوبي او جاي هنا واقف كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، تمام، هلاقي فولدر اسمه ايه؟ فونتس.
كنترول في اتطبعت الخطوط اللي عندي بقت ايه عندك. تروح رايح فاتح اللوحه ثاني بص على اللوحه هل هلاقي الخطوط عملت؟ لا. ليه؟ بص يا باشمهندس الكاد من البرامج ان انت لازم طالما ضفت له حاجه جديده في حاجات كتير ما بتشتغلش طول ما هو البرنامج طول. يعني لازم اعمل ايه؟ اقفل البرنامج وافتحه تاني. تقفل البرنامج وافتحه تاني تلاقي ان الفايل ايه؟ ظبط والخطوط بتاعتك بقت مظبوط. في مشاكل؟ في حد كده مش فاهم حاجه؟ طيب ده كده كلام جميل قوي يا باشمهندس. كده انا ظبطت البرنامج بتاعي بقى كل حاجه تمام، الواجهات اللي انا عايزها ظهرتها كل كده مظبوط و100. طيب ايه تاني بقى عايزين نعمله؟ عايز اخش معاك كده في الايه في المذكره اشوف اصلا انا هتكلم عن ايه. انا كل ده كنت بعمل ايه؟ بعمل اعداد البرنامج صح ولا مش صح؟ طيب ابدا بقى معايا افهم يعني ايه اوتوكاد. خليني بس اتفق معاك على حاجه، احنا هنتعلم مع بعض البرنامج الوحيد اللي هنتعلمه مع بعض هنا بالطريقه دي هو برنامج الاوتوكاد. هنتعلمه مع بعض بأني طريقه يا باشمهندس؟ هنتعلمه مع بعض بأني طريقه؟ هنتعلمه مع بعض الطريقه حاجه اسمها كده الترايل اند ايرور. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معظم الناس اللي شفتها شغاله على الكاد بتعمل ايه؟ اجي جايب رسمه قدامك تمام واقوم راسمها كلها رسمه كبيره جدا واقوم راسمها قدامك في 5 دقايق وانت مبهور بيا. انا والراجل ده عالمي ده ما شاء الله عليه. تيجي حضرتك ترسمها تقعد 5 سنين ترسمها وما ترسمش. حلو الكلام؟ لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل العكس. يعني ايه هنعمل العكس؟ انا هفتح البرنامج وابدا اشتغل عليه كاني انا انت، انا ما اعرفش اي حاجه في البرنامج، هفكر بنفس تفكيرك. انا والله عايز اعمل العمود ده، ده انا هعمل العمود ده خط بخط بخط بخط. وبعد كده يا باشمهندس لا طب ايه رايك اما نعمل حاجه ثانيه؟ ايه هي الحاجه الثانيه؟ لا ده انا ممكن كنت اعمله بامر اسمه ريكتانجلر بيعمل ايه؟ مستطيل على طول. طب يا باشمهندس اجي اعمل اوفست، اجي اعمل اوفست ونروح الاوفست ده معمول غلط. طب ليه؟ ايه اللي خلاه اتعمل غلط؟ تمام؟ لا ضعف. لو انا عملت الامر معاك من اول مره قمت اعلم قلت لك اهو ده بيتعمل كذا 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 وبيتعمل كذا خلاص الدنيا ماشي، هتحس ان انت الدنيا جميله، هتيجي تشتغل هتواجهك مشاكل. فانا هعمل ايه؟ كل المشاكل اللي ممكن تواجهك هعملها انا قدامك. نعمل الامر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه غلط. حلو؟ لحد ما حضرتك تعرف الغلطه كانت فين وتعرف الطريقه الصح اللي تتعامل معاها. لان الاوتوكاد يعني يعتبر بص احنا البرامج اللي عندنا في الدبلومه كلها سهله. اخر واحد فيهم هو ده. عشان كده خرجت من الدبلومه عشان ما اوجعش دماغي. حلو؟ بس في الاخر ادينا ايه؟ هنشرحه. طيب اعمل القصه دي بقى ازاي؟ هنبدا نتعامل زي ما قلت لك، هاخد الرسمه وابدا ارسمها واحده واحده واتعلم معاها. فهمنا؟ فهمنا الطريقه اللي هنمشي بيها في الاوتوكاد؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هقعد اغلط قدامك كتير عشان حضرتك تعرف ايه الاغلاطات اللي موجوده وتتعامل معاها ازاي بحيث ان انت تقدر بعد كده ان شاء الله لما تواجهك الاخطاء دي تقدر تعمل فيها ايه؟ تنجز نفسك. فهمت؟ في مشاكل؟ طيب خليني بقى اتكلم معاك شويه عن الاوتوكاد. الاوتوكاد ده هو عباره عن ايه؟ برنامج رسم. حلو؟ برنامج الرسم ده انا عايز اتعلم فيه كام حاجه؟ البرنامج الرسم ده متكون من حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي متكون منهم برنامج الرسم ده؟ عندك حاجه اسمها اوامر رسم وحاجه اسمها اوامر التعديل. حلو الكلام؟ ايه اللي يهمني انا كمهندس؟ اوامر الرسم ولا اوامر التعديل؟ طيب هي دي الاجابه. انا كمهندس مدني اللي يهمني اوامر التعديل لان انا عمري ما هبدا رسمه من الاول. هو انا هيجي لي هبدا رسمه من الاول اقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ابدا ارسم؟ احنا مش قلنا ايه في اول الحصه؟ احنا قلنا ان انا هيجي لي مين؟ انا هيجي لي بلانات معماري هبدا اعمل فيها ايه؟ اعمل نظام انشائي. هل يعقل ان انا لما ابقى مديك بلان معماري مثلا بالمنظر ده ايا كان تقعد انت ترسمه من الاول؟ صح الكلام؟ لا اكيد مش هقعد ارسمه من الاول. هعمل ايه؟ اقوم واخد البلان المعماري كوبي بره وابدا اعدل فيه. اكيد مش هقعد اعمل مثلا الاكسس من اول للاخر. طب ايه اللي يخليني اعمل اكسس والاكسس هي هي؟ صح الكلام؟ يبقى انت شغلك هيبقى اكتر على اوامر مين؟ اوامر التعديل. فالاوامر التعديل دي هناخد منها تقريبا حوالي 20 امر. 20 امر دول اللي هنستخدمهم وهتستخدمهم بكثره. تمام؟ هبدا النهارده باوامر مين؟ اوامر الرسم. ليه اوامر الرسم سهله وبسيطه والدنيا جميله. حلو الكلام؟ طيب في مشاكل لحد دلوقتي؟ في حد مش فاهم حاجه؟ طيب يبقى انا خليني كده النظام اللي احنا هنمشي بيه هو اللي انا بكلمك فيه ده دلوقتي. ان انا بعمل ايه؟ هقعد اشرح شويه تمام؟ هنخلي الاسئله بعد ما اخلص جزء الشرح هسالك يا باشمهندس انت عندك سؤال؟ هتقول لي اه انا عندي السؤال الفلاني الفلاني نقعد نجاوب. بس يا ريت بلاش اسئله خلال الشرح عشان ولا ننسى ولا زمايلك يتلخبطوا. تمام؟ طيب كده تعال نراجع اللي احنا عملناه. فتحنا البرنامج وعملنا له سيت اب وعملنا له الكراك وظبطت الواجهه بتاعت البرنامج وظبطت الخطوط، صح الكلام؟ وظهرت الشرايط بتاعتي. في مشاكل لحد دلوقتي؟
اهم حاجه في البرنامج بقى ده عشان تركز معايا وتعرف تعمل حاجه، اهم امر او اهم حاجه في البرنامج او اهم ايكون عندك في البرنامج الشريط اللي تحت ده. الشريط اللي تحت ده، ايه الشريط اللي تحت ده؟ ده الماسنجر بتاع البرنامج. ماسنجر زي الواتساب كده، في ماسنجر ده لغه الحوار ما بيني وما بين البرنامج. احنا اولا هل هنتعامل مع البرنامج بالايقونات اللي موجوده اللي احنا عندنا نظهرها دي؟ غالبا مش هنتعامل معاها. امال هتعامل معاها بحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الشورت كات. الشورت كات ده اللي هو ايه؟ يعني مثلا امر كوبي اختصاره ايه؟ سي او. تمام. امر ذكر اختصاره ايه؟ سي. طب يا باشمهندس انا مش حافظ الاختصارات دي، يا باشمهندس انا مش عارف. طب يا باشمهندس هجيبها منين؟ بص حضرتك كده النهارده في الدبلومه لو الحاجات اللي انت واخدها هتلاقي ايه؟ في فولدر كده مكتوب عليه ايه؟ اوتوكاد شورت كات. دي كل الشورت كات اللي في البرنامج، تمام؟ الاوردر وجنبها الشورت كات بتاعها. يبقى انت عرفت ايه؟ اي شورت كات محتاجه تقدر تجيب، لان غالبا ان انت عشان تخش مثلا تجيب اوردر معين من القوائم اللي فوق دي هتتوه، مش هتبقى عارف طب ده مكان الفايل ولا مكان التولز ولا مكان فين بالظبط. تمام؟ فهنشتغل بحاجه اسمها الشورت كات. طيب ركز بقى معايا. يبقى انا عرفت ان في حاجه اسمها الماسنجر اللي ما بيني وما بين الاوتوكاد اللي هي مين؟ الحاجه اللي تحت دي، اللاين اللي تحت ده مكتوب عليه ايه؟ اسمه الكوماند بار. الكوماند بار ده هي لغه الحوار ما بيني وما بين البرنامج. طيب تعالى اما نشوف بقى لغه الحوار ما بيني وما بين البرنامج دي. انا عايزك مثلا لو انت عايز تعمل اي امر، بص كده لو انا دوست له ال تمام ظهر لي ايه؟ لاين. دوست انتر ابدا اعمل ايه؟ ابدا ارسم، صح الكلام؟ مفيش الكلام ده. انت مش عايز تسهل على نفسك؟ مش عايز محدش يقعد يعلمك الاوتوكاد؟ عايز اي امر تتعلمه لوحدك؟ بص تحت هو كاتب لك ايه؟ كاتب لك ايه؟ حدد لي النقطه، صح الكلام؟ حدد لي النقطه الاولانيه. هو اي خط في الدنيا بترسم معلومه كام نقطه؟ اثنين، بدايه ونهايه، صح ولا مش صح؟ هو الراجل بيقول لك ايه؟ حددت النقطه الاولانيه، حددت النقطه الاولانيه، ها اعمل ايه؟ اقرا. كاتب لك ايه؟ حدد لي النقطه اللي بعديها. خلاص حددت النقطه اللي بعديها. بعد كده ده الاوردر لسه شغال معايا، حدد لي النقطه اللي بعديها. طب حددت النقطه اللي بعديها. طب بص تحت كده كاتب لي ايه؟ في عندي حاجتين ممكن يعملهم دلوقتي البرنامج، حاجه اسمها كلوز وحاجه اسمها اندو. اندو يعني هيعمل ايه؟ لو دوست حضرتك على الاختيار بتاع الاندو ده هيمسح اخر خط انت رسمته. مش احنا رسمنا خط وبعدين خط؟ هيمسح اخر خط انت رسمته. طب لو دوست على كلوز هيقفل الامر؟ ها؟ هيقفل الشكل، مش الشكل اللي قدامك ده كده ممكن يتقفل مثلث؟ يبقى انا لو دوست على كلوز جيت تحت هنا كده ودوست على كلوز عمل ايه؟ قفل الامر. تمام؟ مفهوم القصه دي؟ عايز امسح حاجه كنترول زد اتمسحت. خلاص كده؟ عايز ارجع هرسم لاين تاني، هل اعمل ايه؟ اكتب الاوردر تاني لاين والقصه دي؟ لا، كل اللي عليك تضغط ايه؟ مسطره او انتر، كده رجعني لايه؟ للامر اللي انا فيه. طب انا يا باشمهندس انا اعرف منين ان انا في الامر ده؟ بص كده في الكوماند بار تحت مكتوب لك ايه؟ لاين. يبقى انا في الاوردر بتاعي انا بعمل ايه؟ لاين. فهمنا القصه؟ لو حضرتك فهمت الخمس دقائق اللي انا قلتهم دول انت مش محتاج حاجه ثانيه في الاوتوكاد، خلاص انت بقيت 100% في الاوتوكاد. اي حاجه اصلي اي حاجه انت هتحتاجها تعمل ايه؟ محتاج اي اوردر معاك الشورت كات بتاعه. طب اي اوردر بيتعمل ازاي؟ اي اوردر بيتعمل زي ما احنا اتكلمنا كده. خلاص؟ فهمت القصه دي؟ طيب خلينا بقى ايه؟ نتكلم في الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. انا كده فهمتك اول حاجه يعني ايه؟ كوماند بار. حلو؟ طيب تاني حاجه عشان حضرتك تطلع لوحه محترمه، عشان حضرتك تطلع لوحه محترمه تمام؟ لازم تشتغل بحاجه اسمها اللايرز. يعني ايه اللايرز؟ حضرتك لما بتيجي ترسم كده لوحه في الكليه بترسمها ازاي؟ باجي ارسم لوحه في الكليه لازم يبقى في خطوط تقيله وخطوط خفيفه وخطوط داش وخطوط ايه؟ سوليد، صح الكلام؟ ولازم اللوحه تطلع مظبوط. الكلام ده انا اعمله ازاي على الاوتوكاد؟ الكلام ده عشان تعمله على الاوتوكاد تمام؟ بترسم بحاجه اسمها اللاير. اللاير دي كل حاجه بتاخد لون معين ولاين تايب معين ولاين ويت معين. يعني ايه لاين تايب؟ نوع الخط، الخط ده سوليد ولا داش مثلا، صح الكلام؟ ولا سنتر لاين. ولاين ويت يعني ايه؟ الخط ده تقيل ولا خفيف ولا انت عايز اللاين ويت بتاعه ايه؟ بالظبط. خلاص؟ طب القصه دي اتعامل معاها ازاي؟ عندك شريط فوق اسمه شريط مين؟ شريط اللاير. عندك شريط اسمه اللاير وفي شريط تاني اسمه لاير 2. اللي احنا مهتمين بيه هو الشريط بتاع مين؟ لاير 2. اللاير ده اللي هو العادي ان هو انت تعمل نيو لاير تمام؟ وبعد ما تعمل نيو لاير طب انا عايز اختار اللاين ويت، لا اصل انا مش عارف عندي حاجه اسمها اللوك وعندي مش عارف حاجه اسمها ايه، كل الكلام ده شغلك انت كمان يعني تمام؟ مش هتتعامل معاه، مش هو ده المهم بالنسبه لك. امال المهم الايه؟ الشريط اللي احنا ظهرناه اسمه ايه؟ بص كده الشريط اللي احنا ظهرناه فوق ده اسمه لاير 2. بص كده تعالى كده اما نبص في البرزنتيشن بتاعتنا احنا كل الكلام ده. بص يا باشمهندسين انا بحاول اخلي ترتيب الشرح تمام هو نفس ترتيب البرزنتيشن.
وده ليه هدف. يعني ايه الهدف منه؟ ان حضرتك ما تبقاش قاعد تمام وتروح البيت تلاقيني قايل لك امر من الشرق وامر من الغرب ومش عارف ايه وتحس ان انت دكتور. لا، ترتيب الكلام اللي انا بقوله هو ان شاء الله نفس ترتيب البرزنتيشن. حضرتك بتكتبه بايدك يبقى انت كده خلاص، هي دي طريقه المذاكره الصح. 1 2 3 فهم 1 2 3، مش هقول لك كلمه من الشرق وكلمه من ايه؟ من الغرب. طيب ده الشريط اللي فوق اسمه لير 1، وادي الشريط اللي تحت اسمه لير 2. ايه الفرق ما بين لير 1 ولير 2؟ لير 1 ده لو انت عايز تعمل نيو لير، حلو الكلام؟ دي العلامه اهي بتاعه النيو لير، وجنبك اهو ثلاث ايقونات، الايقونه دي والايقونه دي والايقونه دي، هنستخدمهم في حاجه مش هنستخدمهم في حاجه. واحده فيهم بتطفي الايقونات، وواحده الثانيه بتعمل بليز، وواحده بتعمل لوك. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اللي بتطفي الايقونات بتخفيها بس، لكن الايقونات فعاله معاك، حلو الكلام؟ اللي بتعمل بليز بتعمل بليز، يعني بتعمل ايه؟ بتجمد الايقونات، حلو الكلام؟ اللي بتعمل لوك، لوك يعني تقفل الايقونات دي او تقفل اللاير المعينه اللي عندك دي، لا تقدر تستخدمها ولا تعدل فيها ولا تختارها ولا تكون هي الكرنت ولا اي حاجه، حلو الكلام؟ هل ده اللي انا هستخدمه؟ لا. امال ايه بقى اللي انا هستخدمه؟ تركز معايا. الشريط اللي تحت ده اللي احنا ظهرناه. في الشريط اللي تحت ده؟ اول ايقونه يا باشمهندس، اول ايقونه هي اهم ايقونه فيك. بتعمل ايه دي؟ الايقونه دي بتعمل لي ماتش لللايرز. يعني ايه يا باشمهندس ماتش اصلا لقصه اللاير دي؟ بص كده معايا. ادي كده دي رسم. ده مرسوم بلاير ايه؟ لو دوست عليه. حلو الكلام؟ ده مرسوم بلاير اسمها ايه؟ اكسس، صح الكلام؟ طيب شيلها لي وشوف لي الثاني ده مرسوم بلاير ايه؟ الديف بوينتس. دي اللاير اللي هي الديفولت بتاعت البرنامج. لو انت مش معرف اي لايرز، هي دي اللاير اللي موجوده في البرنامج. طب يا باشمهندس ده كلام جميل قوي، فهمني بقى هعمل ايه؟ بص يا باشمهندس، افرض انا دلوقتي عايز اخلي اللاير دي تبقى حمرا، يعني احول اللاير بتاعت الديف بوينتس لايه؟ للاير بتاعت اكسس. اعملها ازاي؟ طب ما تيجي تختار لي ده، اختاره لي، صح الكلام؟ روح على الشريط بتاع اللاير اسمه لاير 2، اقف على اول واحده مكتوب عليها ايه؟ لاير ماتش، دوس لي عليها. اعمل ايه؟ ما تفكرش، ما تفكرش انك هتعمل ايه، انت تنزل تعمل ايه؟ اقرا، كاتب لك ايه؟ بيقول لك سيلكت الاوبجكت اللي انت عايز تودي لي، انا عايز اوديها دي. فهمت؟ فهمت القصه؟ طب انا اللي اختارها الاول، اللاير اللي عايز اودي ليها ولا اللاير اللي عايز اروح لها ولا انهي واحده فيهم الاول؟ زي ما طبقنا الامر، هتطبقه. اختار دي، بعدين اختار الامر، وبعدين اختار دي. هتروح انت في البيت جيت عملت العكس، هتلاقي البرنامج ما عملش اللي انت عايزه، صح الكلام؟ يبقى انت اتعلمت هي الخطوه بتاعت 1 2 3، اختار من الاول. عايز ارجع في دي هدوس ايه؟ كنترول زد. فهمت القصه؟ فيها مشاكل؟ فيها حاجه صعبه؟ طب حاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتعلمها معاك؟ ده. ده من اهم الاوامر في البرنامج، اسمه ايه؟ لاير ايزوليت. بيعمل عزل للاير معينه. بستفيد منه ايه؟ هتستفيد منه حاجات كتير 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 واحنا ايه؟ واحنا شغالين. مثلا انا دلوقتي عايز اشتغل على الاعمده بس. حلو الكلام؟ عايز اخد الاعمده دي هاخد اعمل لوحه محاور واعمده، دي اسمها لوحه قواعد اللي قدامك دي عشان فيها المحاور والاعمده والقواعد. عايز اعمل لوحه ايه؟ محاور واعمده. طب ما انا ممكن بسهوله، بص كده بقى معايا، ممكن بسهوله لو جيت اخترت ده كده، حلو الكلام، ورحت قلت له ايه؟ لاير ايزوليت. عمل ايه؟ كده هل البرنامج، بص خلي بالك بس معايا، انا لما دوست تمام البرنامج عمل ايه؟ طالما في سهم، يعني طالما المؤشر ده مش ظاهر يبقى البرنامج مهنج، طالما المؤشر اللي انت شايفه ده مش ظاهر يبقى البرنامج ايه؟ مهنج. طالما مش ظاهر هنا يبقى البرنامج مهنج. كده البرنامج اشتغل، يعني كده هو عمل ايه؟ طبق الامر خلاص. هل كده هو فعلا يا باشمهندس عمل اللي انت قلت عليه؟ هل كده عمل لير ايزوليت؟ انا قلت لك لير ايزوليت دي بتعمل ايه؟ هتظهر لي الاعمده بس، صح ولا مش صح؟ هل هو كده عمل كده؟ هو عمل كده تمام؟ هو فعلا اظهر الاعمده بس، بس خلى الباقيين الايقونات الثانيه معمول لها ايه؟ فيد. يعني ايه فيد؟ باهته شويه. طب انا عايز اخفيهم خالص، انا عايز اشوف بس الاعمده. هي خلي بالك انت لو رحت وقفت عليها هتلاقيها معموله ايه؟ بص هتطلع علامه ايه؟ اقفل. الايقونات دي مش موجود. يعني لو جيت انا عملت، خلي بالك انا لو جيت عملت سبجكت هيختار مين؟ الاعمده بس. المفروض هيختار مين؟ الاعمده بس. الحق يا باشمهندس اختار الاعمده واختار مين؟ الدايمنشن. طب ايه بقى المشكله دي؟ هل باشمهندس كده بيكذب علينا؟ دي من اكبر المشاكل اللي ممكن تقابلك في الاوتوكاد. عارف الراجل ده كده عمل ايه؟ الراجل ده تمام بوظ الدنيا. بوظ الدنيا ازاي؟ ده رسم لي الاعمده، حلو الكلام، والقواعد ماشي بلاير، ورسم دي بنفس اللاير، رسم الدايمنشن بايه؟ بنفس اللاير بس مغير لونها. طب دي انا اعرفها منين؟ بص يا باشمهندس هنا اللي مكتوب ده ايه؟ باي لاير. اوعى تغير دي، يعني دايما هي ممكن تبقى ايه؟ لا اما باي لاير لا اما باي كلر، يعني انت تختار كلر معين.
فما تجيش تبقى انت ايه تقول لي ايه انت مش عايز تعمل لير، طب من عيني ارسم الرسمه، وبعد ما ارسم الرسمه اختار دي والونها احمر، واختار دي والونها ازرق، واختار دي والونها بني. هل الكلام ده منطقي؟ لا الكلام ده مش منطقي كده، انت مش عامل لير. لير يعني كل واحده بترسم باللير بتاعتها. طب الامر ان دلوقتي يا باشمهندس ما اشتغلش معانا ليه؟ لو انا جيت طب انا عايز ارجع للشكل القديم، ارجع للشكل القديم ازاي؟ هنا الايقونه دي اسمها ايه؟ اقف على الايقونه كده اسمها ايه؟ layer previous، يعني ايه؟ رجعني للشكل القديم. هل كده البرنامج شغال؟ كانش شغال. بص كده الايقونات نورت ازاي؟ الدنيا نورت صح؟ طب انا يا باشمهندس لا انا مش عايز بقى الوش ده، انا عايز لما اعمل ايزوليت يبقى مش قدامي غير الحاجه اللي ايه؟ اللي انا شغال عليها. تتعمل ازاي؟ هتروح تختار لي layer isolate. حلو الكلام؟ مش ده الايقونه بتاعت layer isolate؟ دوست عليه. تحت كاتب لك ايه؟ لا اما تعمل لي سيلكت اللير، لا اما انت عايز تظبط السيتنج بتاعها، تعالى ايه؟ ظبط السيتنج اهو. اجي هنا واقول له طب معلش ايه؟ وريني السيتنج. بيقول لك السيتنج ده ايه تحت؟ بيقول لك اللير اللي انت عايز تعمل لها ايزوليت دي، صح الكلام؟ اللي انت عايز تعزلها. حضرتك عايز تعمل لها اوف ولا تعمل لها لوك؟ اللي احنا كنا مختارينها كانت مين؟ اللوك، هي مقفوله بس ظاهره، لا انا عايز اعمل لها اوف. طب اهو ادي اوف، ضغطت عليها، ضغطت عليها تاني، خلاص. حلو الكلام؟ اختار لي بقى كده الاعمده ودوس لي انتر. اللي حصل فبقى ظاهر غير الاعمده، والغلطه اللي الراجل عاملها كانت ايه هي؟ ها، ان الدايمنشن مرسوم نفس اللير بتاعه الاعمده بس واخده لي مين؟ واخده لي لون تاني، عشان كده ظهرت معايا. صح ولا مش صح؟ يبقى عرفت الغلطه دي، عرفت الغلطه دي عشان الغلطه دي مهمه. ايه الغلطه اللي كانت معموله هنا؟ انا كل حاجه سليمه وكل حاجه تمام، تمام، نفذت الامر كويس يا باشمهندس، دي ما اشتغلش معايا. هي دي عيوب الاوتوكاد يا باشمهندس، دي عيوب الاوتوكاد، ان انت تبقى بتعمل حاجه وفاكر ان هي هتطلع كده، بس في غلطه معينه هتطلع عينك عقبال ما توصل. هدف انا هنا اقول لك الحاجات اللي هتطلع عينك دي تعملها ازاي. فهمت؟ فهمنا القصه بتاعت اللير؟ فيها مشكله؟ ها؟ في حد عنده مشكله؟ طيب حلو الكلام ده يا باشمهندس. عايز ارجع ادوس على مين؟ اهو اقف على ايقونه اسمها ايه؟ layer previous، رجعني تاني. في مشاكل؟ طيب ايه تاني من المشاكل؟ انا كل ده بعمل ايه؟ بفتح لك الدنيا في الاوتوكاد، اقول لك المشاكل اللي ممكن تقابلك، امال بعد كده في الجزء الثاني من الحصه هنعمل ايه؟ لا ابدا بقى اشتغل، ابدا علمني اوامر الرسم ونشتغل مع بعض، صح الكلام؟ طيب ايه تاني المشاكل؟ حلينا احنا المشكله بتاعت الفرق. في عندك مشكله غريبه كده بتظهر في الكتابه، ايه بقى المشكله اللي بتظهر في الكتابه؟ بص حضرتك خلينا نجيب اي حاجه كده مكتوبه اهو. لو انا جيت على اي واحده من دول، اي حاجه من الحاجات المكتوبه، اي تكست من المكتوب ده، وقمت دايس عليه كده مرتين، عايز اعدل فيه هدوس عليه مرتين. بص الجهاز عمل ايه؟ هنج. طب بص ما بيتحركش، بحرك الماوس وهو بايه؟ ما بيتحركش. طب التهنيجه دي بتختفي ازاي؟ اجي عايز اخفي التهنيجه دي، اخفيها ازاي؟ بص انا جيت دلوقتي لو جيت اكتب ايه اللي بيحصل؟ الكتابه بتظهر قدامي، صح ولا مش صح؟ اهو عايز اكتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ودوست اتغيرت الكتابه بقت ايه؟ بقت بسم الله الرحمن الرحيم مكان الكلام اللي كان مكتوب. ماشي. طب ايه المشكله؟ المشكله ان لما جيت اعمل سيلكت يا باشمهندس البرنامج هنج. طب انا مش عايز البرنامج يهنج كده، وعايز لما اجي اكتب يظهر لي دايركت بوكس كده زي اللي بيظهر في اي مكان محترم، واكتب فيه ما بقاش اكتب في الشاشه كده وانا مش عارف انا واقف فين ولا بعمل ايه، صح الكلام؟ طب القصه دي بتتعمل ازاي؟ عندك امر اسمه دي تكست، للاسف لازم تكتبه كام؟ دي ظهر امر اسمه ايه تحت هنا يا باشمهندس؟ دي تكست. دي تكست ده في حاجه مكتوبه هنا اسمها ايه؟ رقم. رقم ده مكتوب كام؟ 2، صح الكلام؟ 2 ده بيخلي الكتابه تظهر بالمنظر اللي احنا شايفينه، يعني المنظر اللي احنا شايفينه، تضغط وتبدا تصلح على الشاشه مباشره. طب انا عايز اخليه لما اجي اكتب يروح خارج لي دايلوج بوكس اكتب فيه. اعملها ازاي؟ حضرتك كل اللي هتعمله تغير الاثنين دي، تكتب مكانها واحد وتدوس لانتر. طب جرب بقى كده اهو، اختار لي اي واحده اللي ظهر، ظهر لي الدايلوج بوكس اقدر اكتب فيه اللي انا عايزه. طب يا باشمهندس انا كده عندي مشكله، الكلمه اللي تحت مكتوب عليها ايه؟ الاحمال اللي ظاهر فوق دي مش كلمه احمال خالص، هي نفس الحروف بس مش كلمه احمال. هل دي حل؟ هي ملهاش حل، هي الفكره كلها ان البرنامج اصلا مش لاقط خط عربي، البرنامج مش متعرف فيه العربي، فاحنا بنضيف له حاجه اللي هي الفونتس اللي احنا دخلناها دي، كملنا الفونتس بتاع مين؟ العربي، صح الكلام؟ فهو هيكتب معاك فوق انجليزي لكن تحت هيكتب ايه؟ عربي. يعني ايه؟ اهو اكتب اهو سبحان الله، كتب فوق انجليزي بس الكتابه طلعت ايه؟ عربي. طيب في مشكله هنا؟ في مشكله. بص يا باشمهندس الكتابه مكتوبه ازاي؟
الحروف ما هياش مظبوطه ولا الدنيا فيها مش مظبوط مرسومه تمام. نعم الحروف مرسومه لان هو اصلا ما بيقولش عربي، البرنامج مش اللي عامله حد عربي عشان يقول عربي، مش عايز يكتب عربي. حلو، طب اعمل ايه؟ جرب بقى كده معايا هعلمك حاجه. اولا ممكن بسهوله تيجي تمسح، امسح كده. انا عندي الحروف اللي في الاخر هي اللي فيها مشكله، يعني س ب زي ما س ب ح الف النون اخر حرف دايما دوس قبله ايه؟ شيفت. بص كده انتر، بص بقى مكتوبه صح ولا مبقتش مكتوبه صح؟ سبحان بقت مكتوبه ايه؟ صح. يبقى انت في حروف اخر حرف دايما دوس قبله ايه؟ شيفت عشان الحرف يتكتب صح. يعني انا لو جيت كده كملت اهو اهو سبحان الله، دي بقت مكتوبه بالطريقه دي. طب تعالى اما فوق كده، لو انا علمت هنا وكتبت اهو س ب ح الف وبعدين شيفت نون بعدين سبيس الف لام لام شيفت ه، كتبت بطريقه صح. فهمت القصه بتاعت الكتابه؟ عشان حضرتك ما تبقاش رايح للراجل باللوحه واللوحه كلها مكتوبه بالخط ده، يبقى انت كده غلط. صح الكلام؟ فهمت القصه دي؟ طب يا باشمهندس الاختصارات بتاعت الحاجات دي، يعني حضرتك قلت لنا الاختصار اللي هو ازاي اعدل الحرف اللي في الاخر، تمام؟ هتلاقي احيانا في حروف مش شاكه في بعضها، طب افرض انا عايز احط تحت كلمه خط، طب افرض انا عايز احط فوق الكلمه خط، طب الكلام ده الاختصارات دي موجوده مع حضرتك في المذكره، انزل لي كده. دي الاختصارات بتاعت الحاجات دي، وانت احيانا هتحتاج مثلا تكتب ايه؟ انا عايز احط ثلاث اسياخ يا اما موجب يا اما سالب، يعني يا اما تزود ثلاث اسياخ يا اما تقل ثلاث اسياخ مثلا، اكتبها ازاي؟ قال لي موجب او سالب الاختصار بتاعها اهو، علامه الفاي الاختصار بتاعها اهو، علامه الديجري الاختصار بتاعها اهو، عايز احط كلمه مهمه عندي وعايز احط تحتيها خط او فوقيها خط، ادي الاختصار بتاعها اهو، مفهومه القصه دي؟ دي الاختصارات، يعني ايه الاختصارات؟ انا مثلا عايز اكتب موجب او سالب، يبقى الاختصار بتاعها ايه؟ في المية. في المية بي 3، يبقى كده كانت كده بكام؟ موجب او سالب 3. فهمت القصه دي؟ الاختصارات دي موجوده عندك، وادي كمان مجموعه اختصارات ثانيه موجوده عندك لو عايز تكتب الفاي او الحروف المعينه. طب يا باشمهندس معلش احنا اتفقنا على حاجه، انا اكتر برنامج بكرهه هو برنامج مين؟ الاوتوكاد. يبقى انا عايز اسهل على نفسي. يعني ايه اسهل على نفسي؟ قال لك عشان تسهل على نفسك في برنامج الاوتوكاد في حاجه كده اخترعوها، قال لك اسمها ليست. ايه الليست ده بقى؟ تعالى نفهمه عشان نتعلم منه. قال لحضرتك الليست ده يا باشمهندس هو عباره عن، مش انا هعمل حبه خطوات مش عشان احول من كلمه سبحان الله دي لحبه كلمه سبحان الله الثانيه، دوست شيفت والقصه دي. طب انا مش عايز يا باشمهندس اتعب نفسي، مش كل ما اخش على البرنامج تمام هقعد اعمل القصه دي تمام. فالناس اخترعت حاجه اسمها الليست. الليست ده هو عباره عن فايل صغير مكتوب بنفس لغه البرمجه اللي مكتوب بيها البرنامج، مكتوب بنفس لغه البرمجه اللي مكتوب بيها البرنامج، وفائدته ان هو يسرع بعض الاوامر. فائدته ان هو يعمل ايه؟ يسرع بعض الاوامر. طب بيتعمل ازاي؟ اول حاجه بتعمل لود للليست ده على البرنامج. احمله ازاي اللود ده؟ حضرتك هتيجي كده تمام، هتدوس لي اي بي، اي بي هيظهر لك كلمه مين؟ ابلود. صح الكلام؟ حلو، دي الليست اللي عندي. انا مديك مجموعه كبيره جدا هتعمل لك حاجات، يعني في واحد مثلا اسمه توتال ليست هيجيب لك الليست ده لما نيجي نعمل حصر هنستخدمه، في واحد تاني بيعمل لك جداول، في واحد تاني بيعمل لك ايه؟ كل الحاجات اللي انت بدل ما تقعد تعملها لي على البرنامج في خمس ست خطوات، لا انت تعملها بايه؟ بضغطه واحده. وهديك كمان حاجه يعني الحمد لله ربنا وفقنا ولقيناها حاجه حلوه جدا. طب انا مش مهندس، انا مش عايز اقعد اعمل الايكونات دي كل مره، مش كل ما اجي استخدم الليست اخش احملك، لقيت برنامج كده كويس كل ما بتحمله تحمله مره واحده سطبه عندك على الجهاز وخلاص، خلصت على كده، بقيت كل الليستات دي متسطبه عندك، هشرحها المره الجايه ان شاء الله تمام. بس خلينا دلوقتي انا الليست اللي هيغير الكتابه اسمه ايه؟ سيتي، واروح دايس له ايه؟ لود. يقول لي انت عايز تعمله لود مره واحده ولا يفضل موجود على طول؟ لا اعمله لي بس ايه؟ لود وانس. حلو الكلام؟ ودوس له كلوز. في حاجه انا غلط انا عملتها؟ اه في غلطه مشهوره جدا احنا الناس بتعملها. ايه الغلطه المشهوره اللي الناس بتعملها؟ يا باشمهندس ما تدوس اوكي ولا تدوس اي حاجه ولا تتحرك من على البرنامج غير ما تقرا تحت الكوماند بار بيقول لك ايه. صح الكلام؟ انت دلوقتي عرفت اختصار الامر؟ لا مش عارف اختصار الامر. لو كنت استنيت وقرينا الكلام اللي تحت كان هيقول لك ايه؟ ايه هو اختصار؟ اختصار الامر ده سي تي. طب اعملها ازاي القصه بتاعت السي تي دي؟ هاجي هنا في الكوماند بار واكتب مين؟ سي تي. ظهر الامر، اعمل ايه؟ كاتب ايه تحت؟ سيلكت التكست اللي حضرتك عايز تعدله، اضغط لي كده على ده. في ثانيه اتعمل ولا في ثانيه ما اتعملش؟ صح ولا مش صح؟ طيب اكتب بقى، عك زي ما انت عايز، اكتب زي ما انت عايز. بعد كده السهوله اللي انا ممكن اعملها ببساطه قوي، اروح عامل مين؟
عشان التكست دي اعمل لها لير، اعمل لير ايزوليت، صح الكلام؟ بعد ما عملت اللير ايزوليت شغل الاوبشن بتاعك اللي اسمه سي تي، سي تي وتدايس على التكست اللي عندي خلصت، صح ولا مش صح؟ هي دي الحاجات اللي تسهل عليك الشغل، هي دي الحاجات اللي تخليك اسرع في الاوتوكاد. عامه هي الحاجه لما بتبقى صعبه دور على اسهل طريقه تعملها. انا حاولت ان انا اجيب لك اسهل طرق تتعامل بيها مع البرنامج. فهمت القصه دي؟ في حد عنده مشكله؟ طيب خلصنا القصه بتاعه الامر اللي هو بتاع السي تي، تعالى بقى نشوف كده ايه اللي بعديها. طيب اللي بعديها بقى ده حاجه مهمه جدا يا باشمهندس. ايه هي؟ انا دلوقتي هبقى فاتح كام لوحه؟ دي لوحه واحده. احيانا حضرتك بتبقى فاتح بدل اللوحه 10 لوح، صح الكلام؟ عايز اقفل اللوح دي، تيجي تقفل اللوحه دي هتعمل ايه؟ ما هي بنظهر عندي يا باشمهندس اعمل كلوز، بعدين كلوز، بعدين كلوز، بعدين كلوز، بعدين كلوز. طب انا عندي 10 لوح اقعد بقى اقفلهم واحده واحده، وكل ما تيجي تقفل واحده اقول لك انت عايز تعمل لها سيف ولا مش عايز تعمل لها سيف، صح الكلام؟ طب اسهل على نفسي ازاي؟ في ايقونه فوق هنا اسمها ايه؟ اكسبريس. الايقونه اللي اسمها اكسبريس دي هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ فايل تولز. الفايل تولز دي تعمل حاجه اسمها ايه؟ سيف اول دروينج. يبقى انا كل اللوحات اللي مفتوحه قدامي عملت لها سيف، وبعد ما اخدت كل اللوحات اللي محطوطه قدامي عملت لها سيف، قمت عامل ايه؟ بسهوله قوي اروح ايه؟ بعد ما عملت لها سيف اقوم مختار نفس الامر تاني واختار حاجه اسمها ايه؟ كلوز اول، صح الكلام؟ يبقى انا عملت سيف لكل اللوحات وعملت ايه؟ كلوز لكل اللوحات بضغطتين بس، بدل ما تقعد تقفل وسيف، تقفل وسيف، تقفل وسيف، تقفل وسيف. فاهمك؟ في مشاكل؟ في حد مش فاهم حاجه من اللي انا شرحتها؟ في حد؟ نعم. لما جيت اعملها بيقول لي كمل كده. طيب هستاذنكم محدش يشتغل تاني، ما تشتغلش ابدا وانا شغال، حلو الكلام؟ كانت ابلود ده هقول لك حلها ايه؟ عمدا هتلاقي ان حضرتك حاطط الاثبات دي في مكان غير سطح المكتب او غير السي، فهو ما بيضيفهاش. حلو؟ يعني انا بقول لك انا عشان اتفحت في البرنامج ده، يعني ايه عملت معايا كده؟ قعدت اجرب 50 مره، لازم الحاجات دي تبقى خليها على الديسك توب بره. خليها على الديسك توب بره، جرب تحمله تاني هيشتغل معاك. بس هستاذنك بعد اذنك ما تشتغلش واحنا شغالين تاني، ماشي؟ في مشاكل؟ في حد مش فاهم حاجه؟ كده كل حاجه بقت واضحه؟ ها عرفنا ايه كده مع بعض؟ تظبيط البرنامج ظبطته كله، لايرز فهمتها، صح الكلام؟ قصه الليسب واعمله ازاي فهمتها، قصه تعديل الكتابه فهمتها. ايه تاني بقى عايزين نتعلمه؟ خش بقى يا باشمهندس بقى، احنا هنقعد بقى طول النهار والليل مش هنشتغل. هبدا المفروض ان دلوقتي في الجزء الايه؟ الثالث من الحصه. هناخد بريك بس نصلي المغرب تمام ونرجع نشتغل. انا عايز بس افهمكم حاجه، انا مفيش مره ان شاء الله باذنك يا رب هنشتغل اكتر من ساعه. انا عارف ان كمخ البني ادم، يعني انا كبني ادم ايا كان مين اللي بيشرح لي، بفصل تقريبا بعد ساعه الا ربع، فاهم؟ وانا شايف الوشوش الحمد لله فصلت تقريبا من 5 دقائق يعني تمام. فهنشتغل ساعه، ناخد بريك حتى لو 10 دقائق، الناس تغسل وشها، تصلي، تعمل اي حاجه، وبعدين نرجع نشتغل تاني، الدنيا تمشي معاك ايه بالسهوله. يبقى احنا كده خلصنا كام جزء من الحصه؟ خلصنا جزئين تمام، باقي لنا الجزء الثاني. المفروض في جزء رابع ان انتوا تشتغلوا بقى، بس ده مش هنعمله النهارده عشان الناس مش معاها اللابتوب تمام.